أعلن الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية المنعقد اليوم أعلن الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات حتى يتم تنفيذ ما ورد في بياني نادي قضاة اليمن رقم 2 و3 لسنة 2014، مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم. إلى التفاصيل. الاستغلال المالي والإداري للسلطة القضائية مبدأ دستوري وانتهاكه جريمة لا تسقط بالتقادم. هكذا بدأ انعقاد الاجتماع الاستثنائي الموسع لأعضاء السلطة القضائية بأمانة العاصمة، والذي تم فيه مناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية ومقراتها. 48 حالة اعتداء منذ مطلع العام 2014 تعرض لها القضاة في اليمن، تنوعت بين قتل واختطاف وتهديد وإغلاق لأماكن السلطة القضائية، حيث أصبح تلك الاعتداءات ترتكب بشكل يومي. الاعتداءات المتوالية والمتكررة والخطيرة التي أضحت أو صارت شبه منظمة على القضاة، وبلغ عددها 48 اعتداء خلال 4 أشهر، خلال 3 أشهر والنصف الماضية، بمعدل اعتداءين في اليومين والنصف، اعتداء في اليومين والنصف، وهي ظاهرة خطيرة تمثل إجهاضا للسلطة القضائية وأداء دورها. الأمر الثاني هو انتهاك مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادتين 149 و152 من الدستور. وفي موضوع آخر، أبدى القضاة استياءهم من تدخل وزارة المالية بعد تخفيض مخصصاتهم، ووصفوا هذا التدخل بالسفر، خصوصا بعد صدور القرار الجمهوري بالترقيات لبعض القضاة. هناك مطالب عدة أخرى لأعضاء السلطة القضائية. صدر في العام الماضي قرار رئيس الجمهورية بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية، وهو استحقاق قانوني، ومنذ شهر 7/2013 إلى يومنا هذا ونحن نتجاذب، نحن وزارة المالية والحكومة بشكل عام، رغم إصدار رئيس الجمهورية لتوجيهاته الصريحة والواضحة للعمل وفقا للقرارات الجمهورية، إلا أن وزارة المالية لا زالت إلى يومنا هذا متعنتة. في ختام الاجتماع، أصدر نادي القضاة البيان التشاوري الأول لأعضاء السلطة القضائية، والذي نص على وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية. إلا أن الاستقلال المالي والإداري هو عنوان شموخ القضاء واستقلاله، وهو ما سلبته الحكومة منذ زمن من خلال تشريعات غير دستورية، وما تزال اليوم بعد الحكم الدستوري تغتصبه بقوة القانون من خلال تدخلها في ميزانية السلطة القضائية ورفضها إدراج السلطة بندا واحدا وفقا للدستور، ورفض صرف مستحقات القرارات الجمهورية منذ ما يقارب العام الكامل. كل ذلك تعبير جلي عن إرادة التقليل من هيبة القضاء وجرح قدسيته. نادي القضاة أكدوا استمرارهم للإضراب، لكنهم أبدوا استعدادهم للعودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم، والتي تمثلت في ضبط كل المعتدين عليهم وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة، وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام. أسامة السالمي، حصاد السعيدة.